ستة شهور انقضت مذ فرض السلطات العائلة الخليفية حصارا خانقا على بلدة الدراز البحرانية التي يقطنها قرابة 20,000 مواطن. هذه البلدة انتفضت على قرار السلطات الحاكمة في البحرين نزع جنسية آية الله عيسى أحمد قاسم، وأعلن أهلها اعتصاما تضامنيا معه عند منزله. السلطات من جانبها لجأت إلى محاصرة البلدة معاقبة لأهلها وخوفا من تدفق المواطنين إليها من باقي بلدات البحرين، وبالتالي تحولها إلى مركز للاحتجاج مشابه لما كان عليه دوار اللؤلؤة عند اندلاع ثورة 14 من فبراير عام 2011. الحصار بدأ عبر نشر الدوريات الأمنية وإنشاء الحواجز الترابية والإسمنتية ونصب الأسلاك الشائكة وانتشار المصفحات العسكرية، مما أدى إلى تفاقم الحالة المعيشية للسكان وانقطاع تواصلهم مع أبناء المناطق الأخرى. أوه ما في ماي، وش السالفة؟ موت عطش يا ناس؟ ما في ماي، وين الله؟ وين الروح؟ والسلطات عمدت إلى عزل أهل المنطقة عن العالم الخارجي عبر القطع المتكرر لخدمة الإنترنت، ووصل الأمر إلى حد الحيلولة دون وصول مياه الشرب الصحية إلى البلدة. فيما عمد الخليفيون إلى اعتقال عشرات الأشخاص ممن شاركوا في الاعتصام أمام منزل الشيخ قاسم. هذا الحصار الخليفي هو جزء من حصار شامل تفرضه السلطات على جميع البحرانيين، وإنما صاحبهم من ممارسات إجرامية لا تقل وحشية عما تمارسه السلطات في باقي القرى والبلدات الثائرة. لكن الدراز وجميع قرى البحرين سيظل عصيا على الخليفيين إركاعها بعد أن رفعت راية الثورة التي ستظل خفاقة وحتى تحقيق النصر. يعرفنا التاريخ فإن أبناء القائد أسياد الثبات.